الزلال هو عبارة عن حدوث ارتفاع في نسبة البروتين الموجودة في البول عن المعدلات الطبيعية لها، وانخفاض في معدله في الجسم، الأمر الذي يتسبب في التعرض لعدد من المشكلات المرضية مثل الانتفاخات والأورام التي تصيب الأطراف والوجه. وكلما زاد معدل البروتين في البول زادت الانتفاخات والأورام، كل هذا بدوره يتسبب في إضعاف الجهاز المناعي في الجسم ويتسبب في زيادة الوزن وانخفاض كمية البول. هذا كله قد يكون سببه مرتبط بالكلى بسبب وجود أسباب وراثية أو وجود التهابات معينة. لذا عادة ما ينصح الأطباء بضرورة تجنب الأطعمة التي فيها نسبة دهون عالية، وتجنب تناول الأطعمة المحفوظة والوجبات الدسمة، واستبدالها بالفاكهة والخضروات الطازجة والمسلوقة. أعراض زلال البول: الإصابة بنقصان في كمية البول لدى الشخص المصاب، التعرض إلى الإصابة بتورمات وانتفاخات بخاصة في الأطراف كالأرجل، كما أنه قد يحدث تورمات في الوجه، زيادة ملحوظة بوزن المصاب، الإصابة بضعف في عمل الجهاز المناعي، الإصابة بارتفاع ضغط الدم مع زيادة احتمالية تعرض الشخص المريض للإصابة بالجلطات. أسباب زلال البول: أسباب وراثية، وجود خلل بالجهاز المناعي عند المصاب، وجود التهابات مزمنة في الكبد، إصابة الشخص بعدد من الأمراض مثل ارتفاع الضغط ومرض السكري، وكذلك الإصابة بالذئبة الحمراء وفيروسات الكبد، تناول أنواع معينة من الأدوية مثل أدوية الروماتيزم، الإصابة بالتهابات مزمنة في جهاز الكلى. طرق الوقاية: تجنب تناول أي من الأطعمة التي بها نسب دهون عالية بخاصة الدهون المشبعة مثل البيض واللبن كامل الدسم والقشطة والمقليات وبعض من أنواع المعلبات، الإكثار من تناول الأطعمة قليلة الدسم أو خالية الدسم، الحرص على تناول الخضروات سواء الطازجة أو المسلوقة والإكثار من تناول الفاكهة الطازجة، تناول خبز القمح وتناول السمك والأرز المسلوق. علاج الزلال بالأعشاب: أولاً الصمغ العربي، حيث يمكن إذابة مقدار 50 جرام من الصمغ العربي جيداً في لتر ماء، ثم تناول هذا المحلول على 3 مرات في اليوم قبل تناول الوجبات الأساسية. شوشة الذرة: فيمكن غلي شوشة الذرة ثم تناولها بعدما تبرد مع الاستمرار على تناولها كل يوم. الفاصوليا الخضراء، حيث ينصح بمداومة تناول الفاصوليا الخضراء سواء الطازجة أو المطبوخة. الخروب: يتم خلط مغلي الخروب مع اللبن والعسل وتناول فنجان منه قبل كل وجبة. حليب النقة ينصح بتناوله إذ يعد مفيد للغاية في معالجة الزلال. الزعتر: ويفضل تناول الزعتر مع زيت الزيتون أو تناول زيت الزيتون مع بقية الأطعمة الأخرى. البصل: يتم غلي عدد من بذور البصل في الماء ثم تناول مقدار فنجان من هذا المشروب بعد كل وجبة. الشمر: ينصح بعجن ملعقتين من بذور الشمر مع الحبة السوداء المطحونة مع زيت الزيتون ثم تناولها قبل تناول وجبة الإفطار. البعدرون: حيث يتم غلي مقدار 50 جراما من نبتة البعدرون في كأسي ماء مع الاستمرار في الغليان حتى يصبح كأسا واحدا، ثم أخذ مقدار ملعقة كبيرة واحدة من هذا الخليط بعد كل وجبة مع الاستمرار عليها لمدة أسبوعين. شوك الجمال: يتم غلي كمية قليلة من سيقان وأوراق وزهور نبتة شوك الجمال في الماء ثم تناول هذا المشروب لأكثر من مرة في اليوم. الزنجبيل: حيث ينصح بتناول مشروب الزنجبيل المغلي بعد تحليته بالسكر أو العسل مع الانتظام على تناوله كل يوم. وأخيرا العنب: وينصح بالانتظام على تناول العنب كما ينصح أيضا بتناول عصير العنب.